كيف اصلا انا استاذ في الدنيا وبنسك ثانيه وببقى تمام على طول لو يوم ازعل لسان اصفر وزعلي مش بيطول اصلا انا استاذ في الدنيا وبنسك ثانيه وببقى تمام على طول لو يوم ازعل لسان اصفر وزعلي مش بيطول مبسوط علشان مبسوط وخلاص وانا هزعل لي من الناس واللي مش فاهمني بكره يفهمني اه ويشوف ان انا صحيح استاذ عايش تقديري ممتاز ويبص يقول انا منه بتعلم اصلا انا استاذ في الدنيا شفت العالم كله بقلبي وما شفتوش بعيوني اصلا انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول على طول لو يوم ازعل في ثوان اصفى وزعلي مش بيطول اه مبسوط علشان مبسوط وخلاص وانا هزعل ليه من الناس واللي مش يا جسمي انا عارف انك انت يعني خدوك من فرحك يعني مبروك الله يبارك في حياتك الله يبارك في حياتك شكرا بس انت الف مبروك الله يبارك في حياتك واحنا سعداء بوجودك معانا ودايما بتشاركنا الله يكرمك الامارات شعب حبيب لينا الله يكرمك دي اغلى مباركه سعادة الف مبروك فخامة الرئيس الف مبروك متشكرين والله الله يكرمك المصري ما يتقلوش لا فانا سعيد دائما بوجودي بمصر وسعيد شفت بقى القدرات اللي عندنا عامله شايف احلى شايف أحلى الشباب والشباب بتوعنا مصر حلوه فيك متشكر جدا شكر. حاضر المصري ما يتقلوش لا حاضر بشغل بالي وطول عمري بعمل لي الحزن الكب اصلا انا استاذ في الدنيا وبنساك ثانية وببقى تمام على طول لو يوم ازعل لسان اصفر وزعلي مش بيطول اصلا
عشان مبسوط وخلاص، وانا هزعل ليه من الناس، واللي مش فاهمني بكره يفهمني. ويشوف ان انا صحيح استاذ عايش تقديري ممتاز، ويبص يقول انا منه بتعلم، اصلا انا استاذ في الدنيا. شفت